لك بعيدة وين جوا؟ يا سلام عليكم. لك الله بي ولا خلي بابا. لك هاي اللي شلفوها علينا المظلة. احكي لي علينا. مش عندك. عايش بدي احكي لك، عم تجي تصورونا وعلى الفاضي، بدنا نطلع برا القصر ما معرف رنق نطلع، عم نطلع عم يرشوا علينا، امسيها طلعنا اوسونا بنتين، والقبلها طلعنا ردنا رجعنا ما عم صرنا طري، ليش؟ فرجي هالمناظر هالعالم، هاي صارت نصها بلا ابهات، حرام حرام، مين عم يطلع علينا؟ ما حد عم يشفق علينا، لا دول ولا حدي ولا حدا، إذا هو ما شفق علينا ما في ولا دولة تشفق علينا ولا شو؟ حرام، عز الدولة، روح لعز التغاد، الشوفات كل ساعة خذوا صورة وجيبوا صورة وشوفات هاي ليش؟ بس مشان تفرجي مناظرنا للعالم، والله عيب، ما حد عم يطلع علينا ولا حد عم يشوفنا. ما حد عم يقولنا وين كنا رايحين، ولا حد عم يقولنا شيء، ولقبتنا من اليهود باكي تشفق علينا، تشفق على الاطفال هاي اللي تمت بلا ابهات، وين بدها اروح فيها عايشه بين اليد، لا كهرباء ولا مي ولا اكل ولا شيء، محبوسين هون ليل ونهار، بطلع بركض انا بفادي بحالي بلا من حبه خبز وبجيب لنا طعميه. ليك يا ثلاث اشهر عم تدور له على حد ما ثلاث اشهر هذا الطفل هذا صابه مرض من وراه هون، ما حد عم يشفق علينا، ليش تصورونا؟ لشو الصوره؟ ما بدنا لا نتصور ولا بدنا شيء، ما بدنا غير من رب العالمين. الله عز الله شفع لنا وبزياده، ما بدنا حدا، ما حد عم يشفق لنا. ما حد عم ينتبه هلا كيف عايشين؟ هلا كيف عايشين انتم هون؟ وشلون عايشين؟ عمالك كيف عايشين؟ ما اكلتم مشروب؟ لا عندنا كهرباء ولا عندنا مي ولا عندنا شيء، بنجيب هالبدون بس ما نشرب منه، خسيل ليكن ها كل 20 نهار ما بيغسلوا ولا بيعملوا، جنبنا بنروح نجيب، بنروح بدنا نجيب لنا حبة مي، القناص بيقنص علينا، بنروح بدنا نجيب حبة مي الطيارة فوقنا، بدنا نروح نجيب القذائف فوقنا، من هنا بنروح؟ وين بنروح؟ بدنا نطلع برات الهواء الطيعة ما عم يخلونا نطلع، لوين بنروح؟ عيب والله حرام، والله حرام، ما صارت بالكون كله هاي الشغل هذا، ما صار عند حدا، ما صار. هاي اللي بعث لنا اياها في المظله، عم يبعث لنا هدايا مظله يدب علينا لانه نحن هون ارهاب، هذا ها هاي المظله عم يبعث علينا يدب علينا بالطياره. على بس نهدي شوي هالقناص وهالطيارة، نطلع منجيب حبة أكل من عند هالعالم، ما من حدي كمان يعني ما في، لأن مصاري بنرجع على العجال نضبهم عشان ما يطلعوا، هذا جاء على شوفي هون هذه، هاي هجيب هون مصاري، وين بدي أروح بهالأوبة كلياتها؟ هذا المطار والأكل هاي هاي امس يا تدب الطيارة، لا فيني اشيلها ولا فيني احطها. لا امامة عم يحسن له ولا حد، لك حي الله حد يساعدنا كرمال الله، بس حد يساعدنا، ما بدنا شيء من الدول، بس حد يساعدنا ويخلصنا من هالطاغي هذا اللي قتل شعبه هذا، ما حد بالكون بقتل شعبه، ما حد بالكون بقتل شعبه. ما حد عملها، ما في رئيس قتل شعبه، ما عمل له شيء شعبه، كلياتنا اخوي وكلياتنا بنحب بعضنا كلنا، وكلياتنا خرب الدنيا وسوى هو الطائفيه وسوى الكل، نحن عايشين مع المسيحيه ومع العلويه ومع الكل، وما سمعناها غير من ورا الرئيس هاي الطائفيه، كلياتنا عايشين سوا، بننام سوا، بنقعد سوا، بناكل سوا، ما بياكلوا اكل بلانا، بس هو اللي عمل الطائفيه، هو اللي عمل هالعمل، هو الرئيس بغض العالم كله ببعضه وعمل هالشيء هذا. شو عملنا له؟ شو سوينا له؟ وهذا الجيش اللي عم يقتل جيشنا، والاولاد اللي عم تنقتل كل اولادنا، هو رايد دمارنا، وهو متفق هو اسرائيل علينا، وكله هذا بنعرفه نحن، بس في الله بياخذ الحق. في الله. هسه ما حسن هو يكفي، بعث الحزب الله لعنا، هذا حسن نصر الله اللي كنا معلقين صوره بالبيوت، هذا الخاين اللي خاننا نحن وياه طول عمرنا جيران. مانا على الحدود، هذا كل نهار ولا باعت لنا حزب ويقتلنا كمان، فاتوا على الاطفال هون عيلي حدنا ذبحوها وطلعوا هذول حزب الله، فاتوا لهون ذبحوها وراحوا، ختاريه واولاد ذبحون وراحوا، هذول ما لهم حق، ما شايفهم أمامة هذول، ما حد شايفهم من الدول، كوف عنان ما شايفهم والاخري ما شايفهم، ما حد عم يشوف، حرام 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 حرام، هاي الاطفال هيك قرف عمره وهي اساتها ما ليكن ها
فرز لا مدرسي ولا شيء ولا شيء يعني هيك عايشين حرام. استاذ جايب لنا الحزب لهوني والله من قطع قلبنا والله الدفع من قطع ما لنا نحن شايلين مدافع وداحمين على الجيش لا بيخلي مرة تمرو هلا تعال شوفت عينك طلع طفل صغير شايلي بدون تروح تعبي مي وانت تطلع بعينك شوف بدي اوس عليها ولا ما بدي اوس بس الله اللي عم يرد عنها هلا طفل صغيره بطلعها من هون وتفرج شلون بقنص عليها حرام عايش عم يقنص صحي ما حدا عم يحسن له من هالدول شو السبب انه الله يعينك على كل يلا ابو قاعدين هون قاعدين من كتر القصف اللي داروا علينا بالشهر الاسد ما بدنا نقول النظام بالشهر الاسد يعني هو ما هو نظام هو زلمه مجرم فينا نطلع برا هيك نحكي على ايه تفضل حزب الله يا اخي حزب الله من يم الغرب من هو بس بالبداية كان القصف كله من هاي الجهة علينا من الجيش وبعدين صار القصف كله من الحزب حزب الله من يم الغرب هاي منطقة مغرب كلها قصف صارت علينا ونحن يعني صامدين بإذن الله صامدين وما بنطلع من 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 بيتنا من وطننا ما بنطلع بإذن الله أما نحن طلعنا النسوان وأطفال يعني خوفا عليهم بس ما أكثر وبعدين في شغلة زلمي يعني هو حرام حرام إنسان حرام يبقى على بلد أو يحكم بلد أو أي شيء يعني يحكم هذا مو حاكم هذا عساي